أشرف وأحمد فتحي لاعبو الأهلي الدوليين بالبعثة يوم 5 يوليو الجاري. أكيد حضراتكم متابعين كانوا خدوا أجازة اللعيبة الدولية، إن شاء الله يلحقوا ببعثة الفريق أو معسكر الفريق، معسكر إن شاء الله يأتي بثماره في مباراة تاونشيب بطل بتسوان. يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر فيه أن يصل عمرو محب المترجم الخاص بالفرنسي كالتيرون المدير الفني إلى كرواتيا خلال الساعات القادمة إن شاء الله. احنا قلنا المعسكر هيبدأ وهيستمر حتى 10 يوليو وهيلعبوا إن شاء الله مباراتين وديتين علشان كالتيرون يقف على التشكيلة النهائية اللي هتواجه بطل بتسوانا تاونشيب. المباراة الهامة جدا جدا جدا، مباراة هامة وبيستقبلها كل عشاق النادي الأهلي يعني على الجمر زي ما بيقولوا، هيحكموا فيها على الشكل العام، هيشوفوا فيها كالتيرون في أول ظهور رسمي ليه، هيشوف فيها الفريق بعد اللي حصل في مباراتي الأفريقية السابقتين، يعني نشوف حاجات كتير في المباراة القادمة إن شاء الله تكون مباراة ناجحة إن شاء الله نقتنص الثلاث نقاط من هذه المباراة. كالتيرون يستبعد أحمد حمدي من معسكر كرواتيا، الخبر اللي قلته لحضراتكم باتريس كالتيرون مدير فني الأهلي استبعد أحمد حمدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم من معسكر كرواتيا نظرا لعدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني. يعني كلنا بندعم أحمد حمدي وبندعم كل اللعيبة، يعني مش وقته خالص أحمد بصراحة، مش وقته خالص، راجل لسه جديد وليه فكر جديد، حتى لو الكلام لسه لازم نتقبل كل حاجة ولازم نستوعب كل حاجة، وأكيد الراجل مش جاي يهزر. ويتوجه الأهلي اليوم إلى كرواتيا لإقامة معسكر خارجي زي ما قلنا لحضراتكم الخبر اللي قبل كده. يعني كله يبقى ملتزم، نفسنا كله يبقى في الصورة، يعني خسارة بصراحة، خسارة جدا إن أحمد حمدي يغادر هذا المعسكر، المعسكر المفروض إنه ناجح جدا، المفروض إن هو بيقف على كل اللعيبة، فيعني ما كانش وقته خالص يا أحمد بصراحة، ما كانش وقته خالص. برضه في نفس السياق تقديم موعد انطلاق الدوري 48 ساعة